المزريه التي ادى بها هذا المطاف الى الاستشهاد والمصابين بكميه كبيره. ايوه خلينا ونقول لك احنا روح النبي اه حد اه معديه يا عم خش خش يا حد لو سمحتي خلينا ونقول انا بسمع بتكلم عن قانون الرئاسة صلاح، الناس سمعت عنه. ايوه حضرتك سمعت عنه. ايوه سمعت عنه. طب ايه رايك فيه؟ لا انا غير موافق، انا موافق للامان، موافق بالمشاكل. لا احنا كل يوم هنيجي نتظاهر ناخد حقنا، بس ما نيجي هنمسك في الناس اللي هي ايه رايك في الاعتصامات بشكل عام؟ لا انا موافق على الاعتصامات. غير الاعتصامات لا يوم الجمعة بس بدون تخريب. البلد بلدنا، احنا عايزين نحافظ عليها، احنا نحافظ عليها ونحافظ على كل شيء فيها لان البلد. والبلد كلها ممكن تبقى كل البلد.